صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله قرار رقم 23 لسنة 2019 بنقل سفير فوق العهد مفوض إلى الديوان العام في وزارة الخارجية. ونصت المادة الأولى من القرار على أنه ينقل الشيخ راشد بن عبد الرحمن بن راشد آل خليفة رئيس البعثة الدبلوماسية لدى جمهورية مصر العربية إلى الديوان العام في وزارة الخارجية.